ولمزيد من الحديث والنقاش عن أحداث ولاية قيصر في تركيا والاعتداء على أملاك السوريين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو. مرحبا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم وسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أبدأ معك بالسؤال الأول عن تعدد الروايات التي حصلت. دائما عندما تشتعل شرارة هذا الخلاف أو هذه المشكلة والاعتداءات المتبادلة، يجري السؤال لماذا تشتعل بين الفينة والأخرى، وهل هناك رواية حقيقية وواضحة وموقف يستحق كل ما جرى حتى الآن؟ بكل تأكيد يا سيدي، عندما يكون هنالك دائما، عندما تكون في الطريق الصحيح ويكون هناك دائما من يريد أن يعيق تقدمك ويحاول دائما أن يرميك بالحجارة، تركيا وموقفها الهادف للأمن والاستقرار في المنطقة وأنها لاعب إقليمي متنامي ومهم في المنطقة، نجد أن دائما تصريحات الرئيس أردوغان هي تزعج أعداء تركيا، وبالتالي يلجؤون للاستفزاز ومحاولة خلق المشاكل ومحاولة استخدام العرقية والطائفية ومحاولة التأثير على أمن واستقرار تركيا والمنطقة. وبالتالي ما حدث هو عبارة عن محاولات استفزازية لتأجيج العرقية ومحاولة استغلال ضعفاء النفوس لأن يكون هنالك تأثير سلبي على استخدام ورقة المهجرين وورقة اللاجئين ومحاولة زرع الفتنة وبذور الفتنة، ولكن لن تجدي ولن يكون لها أي تأثير. الواقع والحقيقة بأن تركيا والحكومة التركية تعي تماما، والشعب التركي أيضا متناغم مع متطلبات الحكومة في أن لا يكون هنالك أي مشاكل مع الإخوة الموجودين من مقيمين ومن مهجرين ولاجئين. على ذكرك للرئيس التركي، ماذا يقصد في كلمته أنه من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية؟ يا سيدي، مع الأسف المعارضة التركية التي تريد أن يكون لها دائما أجندة معينة هي التي تلجأ إلى بث بذور الكراهية ومحاولة تأجيج الأمر من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو محاولة التأثير على شعبية الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية. ولكن الشعب التركي قال كلمته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعم الرئيس أردوغان، وبالتالي المعارضة التركية أفلست وهي دائما تحاول أن تؤثر على الناخب التركي وتحاول أن تخلق أجندة لها بزرع الفتنة، ولكن لن يكون لها لذلك أي نتائج. والواقع والواضح تماما بأن الرئيس أردوغان يعي ما يحدث، وهذا ما أعلن عنه في حديثه بوصف المعارضة. لكن هذا الموضوع أستاذ يوسف هو حاضر لا يغيب عن أجندة وطاولة معظم الأحزاب المعارضة في تركيا، ودائما ما يتحدثون فيه بمناسبة وغير مناسبة، موضوع اللاجئين وأعدادهم الكبيرة ووجوب عودتهم وتوفير الظروف المناسبة لذلك. هل تعتقد بأن هذا الكلام قد يدفع الحكومة مستقبلا كما كان الحديث قبل فترة عن عودة طوعية في ظروف إنسانية مهيئة جيدا في تلك المناطق؟ يا سيدي، هذا ديدن، هذا الموقف، موقف الحكومة التركية والرئيس أردوغان، هو ديدن الدولة العثمانية، وبالتالي هذه المكتسبات التي من خلالها تؤطر بأن تركيا هي مواقفها لم تتغير، المواقف الإنسانية تجاه كل من يلجأ إليها من مهجرين ومن مظلومين ومن من ضاقت به السبل، وبالتالي لن يتغير الموقف التركي ولن يتغير موقف الحكومة التركية في استمرار إيواء واستمرار استضافة كل من يلجأ إليها. وبالتالي الآن الذين يريدون أن يستخدموا هذه الورقة هم أفلسوا ويفلسون دائما. لن يكون هنالك تبديل بموقف الحكومة التركية ورئيس أردوغان، وسيستمر تركيا فاتحة أبوابها لكل من يلجأ إليها ويحتمي بها. نعم. طيب، هل تعتقد أن هناك أياد خارجية قد يكون لها علاقة أو مستفيدة من وراء هذه الأحداث؟ نعم، بكل تأكيد هذا واضح تماما، وهذه ليست المرة الأولى، بأن هنالك من يخطط دائما لإصطاد في الماء العكر، وهنالك من يريد أن يشعل فتنة في داخل تركيا، ويريد أيضا أن لا يكون هنالك أمن واستقرار، والذين يدعمون المنظمات الإرهابية الموجودة
في جنوب تركيا وفي جنوب شرق تركيا وفي شمال سوريا والعراق، ويدعمون هذه المنظمات البي واي دي، واي بي جي، بي كي كي، قسد وغيرها. هؤلاء مستاؤون تماما من ما تحققه الحكومة التركية ورئيس أردوغان من مساعي حثيثة لفرض الأمن والاستقرار، وبالتالي نعم هم يحاولوا قدر الإمكان أن يكون هنالك مخططات لبلبلة الأمن ولزعزعة الاستقرار، ولكن تصطدم هذه المخططات بالقدرة الموجودة عند الحكومة التركية ورئيس أردوغان في ضحض كل الادعاءات وفي إظهار زيف المخططات التي تريد أن يكون هنالك تمييز واستخدام ورقة الطائفية والعنصرية والقومية النتنة. والرئيس أردوغان بخطابه قبل قليل أوضح للجميع بأنه سيضرب بيد من حديد لكل من يريد أن يستخدم هذه الورقة، ورقة العرقية والطائفية، ولن يكون لهم أي صدى أو أي مجال لتحقيق أهدافهم سواء كانوا من داخل أو من خارج تركيا. وهذا ما كانت تعاني منه تركيا القديمة كما أشار الرئيس التركي. لكن إذا كانت سيد يوسف الحكومة تحاول استيعاب الأزمة والسيطرة عليها ودعوة الأطراف جميعا والأحزاب والجميع لتفهم هذه الحالة والقفز عن هذه الفتنة، ما دور المنظمات والجمعيات والتجمعات السورية بالمقابل تجاه هذا الموضوع؟ بكل تأكيد أن المنظمات والمجتمعات والمؤسسات المجتمع المدني السورية والتركية جميعا على حد سواء لهم أيضا يتحملون مسؤولية كبرى، وعليهم مسؤولية كبيرة في ضرورة أيضا محاولة دحض كل الافتراءات والأكاذيب أولا، ثانيا تأطير بأن ما قدمته تركيا خلال 13 عاما والاستمرار في التعاون المشترك وفي أن يكون هنالك تنسيق مشترك في توطيد معاني الأخوة وتوضيح كل الافتراءات الكاذبة، وأن لا يتم انسياق حول أكاذيب وافتراءات يراد منها التأثير على روح الأخوة بين المجتمع السوري والمجتمع التركي والمجتمع العربي عموما. لذلك هذه المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات سواء كانت سورية أو غيرها تحمل أيضا أهمية قصوى في توضيح موقف الحكومة التركية وأيضا توضيح الافتراءات التي تحاك ضد تركيا وضد الشعب التركي. والغريب أن هذه ليست المرة الأولى، دائما يتم الاصطياد في الماء العكر في نفس هذا التوقيت في بالذات مع بداية العطلة الصيفية وفي الشهر السابع أيضا رأينا ذلك في العام الفائت وقبله، ولكن الجميع يعلم بأن تركيا والحكومة التركية ورئيس أردوغان لن يتوانوا في توضيح الرؤية الحقيقية للموقف الحكومة التركية، والمؤسسات السورية وغيرها هي أيضا عليها أن توضح ما دور الحكومة التركية وأن لا يكون هنالك مجال للاصطياد في الماء العكر من افتراءات وأكاذيب يخطط من قبل الآخر. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.